ما معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ أم الكتاب اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا قيل أنه في صحائف الحفظة، الحفظة تكتب ما يقع من بني آدم ثم تصعد به إلى الله جل وعلا، فالله يمحو منه ما يشاء ويثبت ما يشاء، نعم، من صحائف الحفظة. وقيل المراد يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا في الشرائع، يمحو الله ما يشاء ويثبت في الشرائع، أن الله ينسخ ما يشاء ويبقي ما يشاء من الشرائع، نعم.